فمن حق المسلم على المسلم أن يكون سليم الصدر في حقه، وأن يملأ قلبه محبة للخير له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يحقق الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد امتدح الله قوما فقال في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.